التهديدات التركية ليست أول مرة وليست بآخر مرة انحصل اجتياح لأنه على مدار السبع سنوات الماضية أردوغان كان شغله الشاغل تهديد مكونات شمال وشرق سوريا يعني كمكونات المنطقة أساساً لدينا قوانا التي تدافع عنا منذ بداية الأزمة التحالف الدولي عندما يقوم بترك الحدود ويذهب بعيدا عن حليفه الذي ناضل من أجل جميع العالم، عندما كان داعش في قمة قوته، نحن الذي انقذنا العالم من إرهاب داعش وأخواتها، اليوم نحن نندد بالمجتمع الدولي عندما يترك هذا الشعب وحيدا.